تعود الكرة في الجهة اليسرى، أسعد إلى محمود الطالب في الأمام، ملعوبة، فرصة خطيرة الآن المرتدة، شاهد الانطلاقة في الجهة اليسرى عند نادي الجليل، قريب جدا من افتتاح التسجيل. أول الأهداف لمصلحة نادي الجليل. شاهدنا الانطلاقة الجميلة من الجهة اليسرى والمرتدة الخطيرة عند نادي الجليل، ويفتتح بها التسجيل أسعد العسام، كان في الانطلاقة الأخيرة. شوفون الكرة الماضية وتقدم من اللاعب عبيدة النمراوي داخل منطقة الجزاء، وينجح عبد الرحمن أبو زينة بافتتاح التسجيل لمصلحة نادي الجليل، هدف مقابل لا شيء. يتقدم الجليل الآن بالنتيجة، هدف اللاعب عبد الرحمن أبو زينة، ولكن شاهد عبيدة النمراوي والمسافة التي قطعها عبيدة، فعل كل شيء عبيدة النمراوي في الكرة الماضية، وبالنهاية تمريرة كانت باتجاه عبد الرحمن أبو زينة، وينجح من خلالها بافتتاح التسجيل لمصلحة نادي الجليل، هدف مقابل لا شيء. وركنية الآن حمزة الصيفي على التنفيذ، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، ترتد تعود إلى أحمد أبو كبير، مقطوعة، تمريرة أحمد تعود مجددا، لا يوجد فيها أوفسايد، وصلت عند العيساوي، العيساوي خطير، يا سلام، جول لمصلحة نادي سحاب. العيساوي ذهب إلى الكرة أحمد ولعب العرضية إلى الرازم، والرازم يحرز أول الأهداف لمصلحة نادي سحاب، هدف التعادل. لا يوجد أوفسايد كان على العيساوي، وهنا العيساوي والتمريرات الجميلة، مسلسل لا ينتهي مع أحمد. هنا أحمد العيساوي هو الذي تابع الكرة، وهو الذي مرر الكرة إلى الرازم، والرازم هنا ينجح ويحرز هدف التعادل لمصلحة نادي سحاب، هدف لهدف.